يا صباح الخير والصحة والسعادة والجمال على أحلى مشاهدين في الدنيا، مشاهدين برنامج ترند ومشاهدين قناة الصحة والجمال. أهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج ترند. خلينا نقول إن أنتم وحشتونا جدا من الأسبوع اللي فات للأسبوع النهاردة. أكيد تم استحداث موضوعات جديدة على الساحة الحياتية وعلى الساحة المجتمعية، علشان كده النهاردة بإذن الله هنبتدي نتكلم في موضوع من الموضوعات إلهام. مجال الطاقة أعزائي المشاهدين من المجالات المهمة جدا، ويمكن الدولة كانت بتخطو الفترة السابقة خطوات ثابتة في مجال تثبيت الطاقة الكهربائية في مصر، فمجال الطاقة من المجالات المهمة. عشان كده هنبتدي النهاردة نسلط الضوء على مجال الطاقة وعلى بعض الأشياء الأخرى خلال حلقتنا النهاردة مع ضيفي المهندس أدهم العزازي، هو عضو مجلس إدارة شركة نيو كايرو للمقاولات. باشمهندس، إيه الأخبار؟ الحمد لله فندم، صباح تمام. الخير، صباح الفل عليك يا مشاهدي، أخبار اخبارك؟ حضرتك إيه؟ الحمد لله فندم، تمام. مجال الطاقة من المجالات اللي الدولة الحقيقة بتهتم بيها خلال الفترة الحالية، مجال المقاولات برضو يعني من المجالات المهمة جدا. فبداية حابين إن احنا نعرف الشركة بتقدم إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحب أشكر حضرتك وأشكر شكرا. جمهورك وأشكر يعني قبل أي حاجة أشكر ربنا اللي هو وفقني وخلاني قعدت قدام سيادتك النهارده، تمام. طبعا واحب اشكر اسم آل عزازي، تمام، اللي هو المفروض اصلا له الفضل عليا، تمام. واشكر مهندس ايمن الباز اللي هو اصلا يعني اداني محاضرات وكورسات في الحاجات دي. اولا انا اسمي ادهم العزازي، تمام، عضو برنامج شركه بيتا، كويس، تمام. للفني المحترف، عضو برنامج شركه هاجر للكهرباء المتميز، ومفروض مسؤول الجمعيه العربيه للفنيين الكهرباء، تمام. مجال الطاقة اللي بتقسم لكذا قسم، مثلا هاي فولت، حضرتك بتتكلم على الباور، حضرتك بتتكلم على الميديوم، حضرتك بتتكلم على أنظمة الكنترول، حضرتك بتتكلم على أنظمة اللايت كارنت، تمام. الدولة نفسها فتحت مجالات، احنا كان عندنا في 2014 عجز 6050 ميجا، كويس. هو انا كاتب الحاجات دي كلها، تمام، حلو، عشان بس نتكلم بالأرقام تكون أرقامنا محددة، ممتاز. تمام. سيادتك احنا كان عندنا في 2014 عجز 6050 ميجا، تمام، كويس، في احد ايام الصيف. لو حضرتك شفت يعني ما فيش اي استثمار اصلا، ما فيش حد هيجي لك من بره يستثمر عندك وانت عندك النور بيقطع كل شويه، صحيح. تمام. القياده السياسيه فكرت ان اول حاجه الف ب اقتصاد يعني طاقه، تمام، كويس، عشان احنا داخلين على تنميه، تمام. عملنا ايه؟ الانتاج بتاعنا بدل ما كان عند حضرتك عجز 6050، كويس، بقى حضرتك بتنتج 25000 ميجا بايت، كويس، تمام. من 26 محطه، اشهرهم هو نوع، تمام، كويس، ما عملش المحطات في مكان واحد، هو عاوز يشغل الجمهوريه كلها، تمام، كويس، والفنيين، تمام. عمل 26 محطه، اشهرهم بني سويف، قناطر اسيوط، تمام، ده غير غرب دمياط، ده غير غرب دمياط، تمام، كويس، او عمل ده غير مشاريع العاصمه الاداريه، كويس، غير يعني البورس. اذا هنا بقى يعني من احد المحاضرين والباحثين في نظم الطاقه الحديثه ان الدوله فعلا بتخطو خطوات واضحه وثابته تمام يا فندم، تمام. نحو التنميه في مجال الطاقه. طب الدوله صرفت 616 مليار جنيه، تمام، في المجال ده، كويس، تمام. 616 مليار جنيه دول حضرتك بتكلم بتقول الناس بره، انا دلوقتي بعد سنه او اتنين او تلاته او اربعه او خمسه، تمام، بخطط ان انا اكون رقم واحد في الطاقه، تمام، كويس. هتلاقي حضرتك الدنيا اتغيرت معاك، هتلاقي 187 مستثمر جايين يستثمروا في البلد عشان خاطر حاجه زي كده، تمام. طيب يعني عايزين برضو احنا عرفنا ان حضرتك ليك ابحاث وافكار في مجالات نظم الطاقه، تمام، فحابين كده تدينا بعض النبذة المختصرة عن الأبحاث والأفكار اللي ابتديت تطرحها على الساحة. طيب بص يا فندم، هو في البداية، تمام، أنا راجل بدايتي، كويس، أنا بدايتي فني عادي، تمام، كويس، ودخلت تعليم فني، تمام، ربنا كرمنا بعدها ودخلنا معهد، تمام، وبعد كده دخلنا عملنا دبلومة كنترول في كذا حاجة، وبعد كده عملنا معادلة في جامعة، تمام، كويس. وبعد كده انا لما شفت يعني انا وغيري 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 الدوله بتتبني بينا كلنا، تمام، من فوق لتحت. اولا عملنا الشركه بتاعتنا عملت ابلكيشن، كويس، ان سيادتك تقدر تشغل من خلال الموبايل تحوله لريموت كنترول، تمام،
وبرضه في نفس الوقت حضرتك ممكن تحول نفس الموبايل لميزان ليزر، او ممكن تحول نفس الموبايل تمام كويس تحوله لمتر ليزر، تمام؟ هيبقى الموبايل بتاعك شغال كذا حاجه في بعض. تمام. ده غير حضرتك بقى ان احنا مثلا بروح مثلا الشركات كويس، تمام؟ في كذا شركه صيانه بروح لها، تمام؟ الدوله حضرتك لما تشوف الدوله عامل كذا حاجه والدنيا استقرت كويس، تمام؟ هتلاقي الدنيا كلها اشتغلت حلو، تمام؟ ومشاريع سكنيه وكذا حاجه شغاله في البلد. حضرتك بتعمل ايه بقى؟ تمام؟ تلاقي شركات صيانه مصريه وجايه من بره. اذا من هنا برضو بنبرز دور ان التعليم الفني هو تعليم رائد وليه دور في المجتمع، بس في العلم بس بس الـ بس العلم. لو شرط حضرتك انا اطور نفسي ما اكتفيش على حاجه معينه، ما اكتفيش ما اقفش عند ليفل معين، لا حضرتك انا تعليم فني تمام، بعدها بشويه اقدر اطور نفسي، اخد كورس، اتكلم انجليزي، اتكلم فرنساوي تمام كويس، اقدر بعد ادخل معهد خاص بعد كده اخد، علشان تقدر تحدث نوع من انواع تبادل الخبرات ما بينك وما بين الدول الاخرى. تمام يا فندم، تمام. حضرتك بره سيادتك تمام، الناس بتحترمك، حضرتك بتلاقي حضرتك واحد النهارده بعد ما اتعلم الفرق بينه وبين واحد تاني ان هو بقى فورمان، بقى سوبر فايزر كويس تمام، تلاقي الكاستنج كله تمام، ناس محترمه، ناس بتفهم كويس. طالما الفن يطور من نفسه هتلاقي الدنيا مشيت معاه، وخدم نفسه وخدم البلد. وخلي بالك يا فندم، خلي بالك حضرتك بس ان المرتبات في مصر تمام، نظم الطاقه الموجود لحضرتك مثلا ليفل مرتب مثلا بيبدا من 1000 جنيه مثلا او 2000 او 3 او 4، كل ما طور من نفسه كل مرتبه بيعلى. تمام سيادتك، هتلاقي هو بيعمل نفسه سي في، هتلاقي حضرتك بعدها بشويه تلاقي مثلا شركات توريد العماله بتجري عليه وتسفره بره. تمام. وخلي بالك حكايه السفر بره دي من ساعه ما القياده السياسيه بدات المشاريع اللي في مصر دي كلها، كان عندنا مثلا شركات توريد عماله بتورد الدنيا كلها. لنا زميلنا في 2005 اخذوا دوره جي اي اس في شركه اسمها اريفا في فرنسا. النهارده سيادتك حضرتك شركات توريد العماله كلها شغاله في مصر، 200,000 فرصه عمل اتوجدوا في مصر من خلال المشاريع العملاقه، ده في مجال الطاقه فقط لغير. ويمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي في اكتر من لقاء ليه في مؤتمرات الشباب اكد على جزئيه التعليم الفني. تمام، احنا كلنا بنتكلم، كلنا بنكمل بعض تمام. معلش انا شايف ان في بريس من اولياء الامور، لا حضرتك لازم تدخل كليات قمم. يا فندم تمام، حضرتك على عيني وراسي كويس، بس احنا كلنا مش هنعيش كليات قمم تمام. حضرتك انت راجل خريج مثلا كليه قمه تمام، وغيرك مثلا خريج تعليم فني تمام. هو في الحقيقه في الواقع يعني من وجهه نظري مفيش كليات قمه وكليات قاع، لكن هي الفكره كلها ان الثقافه عندنا ان في كليات معينه هي دي اللي بتعمل الوضع الاجتماعي بالنسبه تمام. انا لو انا لو انا درست كويس تمام، وخدت ابحاث كويس تمام، وخدت دخلت معاهد واخدت دبلومات كنترول وعملت معادله تمام، هيبقى عندي نفس الفكر برضو اللي اقدر اتواصل معاه مع كليات قمه تمام. هو ازاي هيشغلني على مخطط وانا ما اعرفش اصلا اقرا مخططات ولا اقرا انجليزي ولا ادخل حسابات ولا اعرف اضرب نظريات ولا الكلام ده؟ مش هيعرف. طب خلينا نسالك كده يا باشمهندس، ايه استفاده شركتكم من دعم الدوله، وازاي انتوا برضو بتفيدوا الدوله المصريه؟ تمام يا فندم، السؤال ده ممتاز، بس معلش مش شركتنا احنا بس اللي بتستفاد من دعم الدوله. حضرتك انا قلت لسيادتك ان الدوله صرفت كنموذج حضرتك الدوله صرفت 616 مليار جنيه او اكتر تمام. انا شركه من ضمن الشركات، انا كنت الاول شغال راجل باخد شغل مقاولات تمام. انا وشريكي في 2016 عملنا شركه اسمها نيو كايرو للمقاولات كويس، تخصصنا في كذا مجال اهمهم الكهرباء تمام. بقينا بنورد عماله حقل زهر اللي حضرتك اللي شغال تمام، حقل زهر احنا وردنا في عماله، محط بني سويف وردنا فيها عماله تمام، مشروع بنبان اللي هو بتبني اللي هو فيه 32 محطه شمسيه وردنا في عماله تمام كويس، الضبعه احنا بنامل ان احنا نورد فيه عماله تمام. مش احنا بس، الدوله كلها شغاله. يا فندم اللي مش هيلحق يعمل لنفسه كيان وكينونه النهارده بعد كده مفيش، هتيجي تلاقيه طب انا سابقه الاعمال بتاعتي فين؟ طب خلينا دلوقتي نسال برضه سؤال من الاسئله المهمه جدا، مستقبل التعليم الفني في مصر هو من الامور الطارئه اللي لازم كلنا نبتدي ان احنا نفكر فيها، فعندنا استحدث جمعيه الفن، يا ترى ايه نشاطها ويا ترى بتقدم ايه؟ ده اللي احنا هنبتدي نعرفه ولكن بعد الفصل. We'll be right back.
أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مرة تانية وحديثنا مازال مستمر حول مستقبل التعليم الفني في مصر. كنا بنتكلم قبل الفاصل يا باشمهندس عن جمعية الفنيين. يا ترى جمعية الفنيين دي بتقوم ايه الدور اللي بتقوم بيه؟ طيب احنا الاول ممكن نعرف يعني ايه فنيين الاول بس، تمام؟ حضرتك احنا عندنا ثروه قوميه اللي هي حضرتك بتتكلم عليها، ايه هو الفني؟ حضرتك احنا عندنا 625 مدرسه، تمام، تعليم صناعي، تمام، كويس، في مصر بتخرج تقريبا حوالي عن 850 الف طالب، تمام، منهم بس في القسم، منهم قسم كهرباء، تمام، تقريبا اتكلم في 80 الف واحد بيشتغل، منهم اكتر من 4 او 5000 واحد في السنه، تمام، في شويه بيجوا من بره، تمام. في الوسط ده كله لازم في ناس منهم طب، وفي ناس منهم على قدها، كويس، وفي ناس منهم بتقول انا فني ومش، وهي في الاخر يبوظوا في الاول الماتيريالز اللي بتيجي، كويس، تمام. هو لازم الفني يعرف يفرق بين الماتيريالز الاصلي والمضروب، تمام. صحيح. احنا حضرتك لما نروح مع اي شركه، الشركات كلها بتعمل معانا ايفنتات، تمام، كان الاول هم الشركه ان هي حضرتك تعمل دعايه ليها، تمام. النهارده هم الشركه مش انها تعمل دعايه، لا، الشركه لما مثلا في كذا فندق قعدنا مع الشركات وعملنا ايفنتات، يقول لي ايه الاول، تمام، يقول لي انا مش عاوزك تعملي دعايه، لان احنا شغالين، الدوله شغاله، بس حضرتك بعد اذنك لو سمحت فرق بين المنتج بتاعه وبين المنتج المضروب، تمام. الشركات نفسها ما عندهاش مشكله ان يظهر منتج واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته في السوق، صحيح، ما فيش مشكله خالص، لكن المضروب بضره وبضر الدوله، تمام، وبضرك انت، تمام. حتى انا لما اقعد في اي ايفنت، وفي كذا فيديو ليا للكلام ده، تمام، اقعد في كذا فندق يكلمونا، اطلع اقول لهم انت انا عندي معمل صغير في البيت، تمام، اي شركه في مصر بتنزل منتج، تمام، كويس، تتاكد من صحته في المعمل بتاعك. بعمل ايه يا فندم؟ بعمله بريس، تمام، كويس، واعمل لود، تمام، لو اتحمل معايا اقول ده كويس، وببعت لهم فاكس وميل اقول لهم والله انتوا كويسين او لا، تمام، والناس بتتواصل معايا لدرجه ان العضو المنتدب بيجي بنفسه يقعد معايا، كويس، تمام. من هنا بقى الجمعيه عملت ايه، تمام، الناس فكرت قالت طيب والله السوق كله بقى مليان فنيين، تمام، في ظل التطور والطفره اللي حاصله هنعمل ايه؟ هنعمل جمعيه نسميها جمعيه الفنيين العرب، تمام. والناس في 2016 بداوا فعلا بالفكره دي، عشان تنضم لجمعيه الفنيين العرب لازم حضرتك تكون خريج، تمام، كويس، او معاك شهاده خبره، كويس، او يعملوا لك تيست. وفعلا عملوا في معرض الكهرباء الدولي، عملنا اول ايفنت، تمام، والناس كلها رحبت بيه، تمام. هي معموله ليه اصلا؟ معموله عشان تعمل تامينات للصناعيه، وبعد كده لما نكمل النصاب القانوني تعمل نقابه، تمام، تتكلم باسم الناس دي، تمام. بعد كده الفني لو حصل له حروق، حصل له اي حاجه، ما حدش وراه، تمام. ما هو الفن ده بيخدم الدوله، تمام، صحيح. ما هو الفن ده حضرتك لو انت ما عندكش، لو انت ما عندكش فني محترف موجود في البلد، تمام، هتجيب ناس من بره، اقتصاد بقى هيروح، ومحدش هيخاف عليك ابدا غير اخوك او ابنك. احنا كلنا بنكمل بعض، تمام. عملنا الجمعيه اسمها جمعيه الفنانين العرب، انا كنت مسؤول من منطقه التجمع الخامس، تمام. استاذ محمود سامري رئيس الجمعيه، استاذ محمد حفظي الامين العام، استاذ اشرف عثمان المنسق العام، الناس كلها ناس محترمه، ناس افاضل، تمام. يعني خلينا نقول ان دي بدايه لان انتوا تخطوا، لان انتوا تنشئوا نقابه. النقابه، تمام، لا، والتواصل مع الشركات حضرتك، تمام. انا 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 كجمعيه بتعامل مع الشركه على اساس ان انا راجل بمثل فئه الكهرباء في مصر. مفيش حد في الدنيا شغال، احنا حضرتك شغالين في استثمارات اكتر من 1000 مليار جنيه، تمام، سواء دوله او سواء خاص، حلو. احنا شغالين دي من غير حد يكون متعلم وفاهم وعنده دراسه، الدنيا هتقع. صحيح. حابين نقارن الوضع وبنتواصل مع الشركات ونعرفهم احنا مين، عشان بعد كده نعمل نقابه. النقابه دي تحافظ على الشركات وتحافظ على الدوله وتعمل مستقبل تاني للصناعه، للفنيين، تمام. مفيش حد في الدنيا شغال من غير غطاء، تمام. تتعامل نقابه الصيادله، نقابه الاطباء. طب تعالى كده واحنا بنتكلم كده، يعني يا ريت الكنترول يبتدي يعرض لنا جزء من الصور للانشطه المختلفه اللي هم بيقوموا بيها. خلينا نكمل كلامنا دلوقتي. ده شغلنا تبع شغل شركتنا تبع الدوله، تمام، تبع القوات المسلحه. برضو على فكره القوات المسلحه شغاله بمعايير. حضرتك لو انت عندك سابقه اعمال وشغال كويس وعندك استعلام امني، الناس ما بقصروش معاك ابدا، تمام. صحيح. بس في ناس بتسقط، اللي هي ايه، هو عنده مده زمنيه بيسلم فيها الجيش قبل ما تشتغل معاه، بيعمل معاك حاجه جميله جدا، بيديك هو الرسومات وبيديك هو الماتيريالز المعتمده، تمام، كويس. تيجي تشتغل بحاجه مضروبه،
وتقول انا خسرت يا سيدي، ايوه ما هيخسرك، ما انت طبيعي، بتكملش لان انت مش هتبقى مناسب او متوافق مع المعايير مع المعايير اللي هو حاططها. تمام، تقول انا خسرت، الموضوع. وهو بيدي فلوس كمان، يعني بيدي فلوس دفعه. تمام، بيدي فلوس دفعه، حضرتك ما بتكملش، هو بيقول لك 6 شهور، تيجي حضرتك 6 شهور وعاوزها 6 شهور وشهر، 6 شهور وشهرين وثلاثه، ما عندوش الكلام ده ما عنده. هو احنا للاسف يعني هي ثقافه نتمنى ان احنا كلنا نتحلى بيها، وهي ثقافه الالتزام. الالتزام يا فندم، الالتزام. صحيح. تمام كويس، هو الراجل ده شغلنا برضو تبع العملاء، عملائنا المحترمين. كويس تمام، برضو بنحاول ان احنا نعمل الشغل، حتى الشغل المدفون بنعمله بطريقه كويسه وطريقه نظيفه. تمام، طب خلينا برضو عايزين دلوقتي نسأل سؤال من الأسئلة برضو المهم، يعني زي ما حضرتك دلوقتي بتقول جمعية الفنيين العرب، طيب جمعية الفنيين العرب معنى كده أنها ليست مهتمة فقط بالجانب المصري تمام وإنما بالجانب العربي، تمام فكيف تنظر الدول الأخرى أو الجنسيات الأخرى اللي بتتعاونوا معانا كعرب؟ هل إحنا فين من المجال ده؟ هل إحنا في مرحلة متقدمة في مرحلة متأخرة؟ تمام إزاي ده من وجهة نظرك كأحد الناس المتواجدة في المجال؟ تمام سيادتك يا فندم، السؤال ده ممتاز جدا وانا اشكر سيادتك عليه. حضرتك انت الفن المصري في الاساس تمام شغال في كذا، انت عندك شركات توريد عماله بتورد في فرنسا، تمام، عندك شركات عماله بتورد في الجزائر، عندك شركات عماله بتشارك في اعمار ليبيا حفظها الله، تمام، عندك شركات عماله بتشارك في العراق، جميع الدول العربيه انت حضرتك بتشتغل هناك. تمام، طب ازاي انت شغال هناك وانت اصلا مش فني، تمام، وما عندكش ليفل الثقافه، وحضرتك مش قاري ولا دارس الكلام ده، تمام، وحضرتك انت مجرد ما اتعلمت مع حد شهر اتنين تلاته بتقول انا فني. لا، هو هناك الصناعي المصري بره محترم جدا جدا جدا، بس لما يكون هو متعلم، لما يكون صحيح. انا عندي استاذي امل الباز ده، راجل اتقابلنا بره في شركه فرنسيه، الراجل ده لقيته احنا قاعدين لقيته بيقرا روايه اجنبيه اللي هي تاجر البندقيه لشكسبير، تمام، انا استعجبت، قال لي يا ابني فني يبقى لازم علم، قال لي فني لازم علم على طول، جنب دراستك وجنب شغلك وجنب هواياتك لازم تكون دارس في نفس موضوعك، لازم تكون صحيح. عندك لازم يكون عندك اطلاع، لازم يكون عندك اطلاع. تمام، على طول نزلت اخدت كورس انجليزي، على طول اخدت كورس فرنساوي، على طول طورت في نفسي. تمام، احنا كلنا بنحذو هذا الحذو، معلش هو حضرتك برضو الناس واخده فكره ان الفني لازم يكون معاه دبلوم بس، لا، الفني ممكن يكون معاه كليه هندسه، صحيح، ممكن يكون تعليم 5 سنوات. الفني مش بس الثقافه دي خلاص اتلغت خلاص. تمام، الفني النهارده الفني ليس أمي بمعنى الكلمة. والفني ليس فقير، الفني ممكن يكون عنده حساب في بنك واثنين وثلاثه، راجل 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 مبسوط. تمام، لو احنا بندي الصنعه لازم الصنعه تدينا، ده صحيح. اساسي، امال في ثقه ازاي؟ معاك يا فندم. طيب عايزين بقى علشان الكنترول بيبلغني خلاص الوقت، يعني مع حضرتك كان ممتع جدا فمر بسرعة، فرسالة أخيرة بتوجهها لكل العاملين في المجال، لكل الفنيين، لكل من ينظر تلك النظرة للفنيين. تمام، اولا حضرتك مهما كنت شاطر، مهما كان مستواك عالي، مفيش حاجه هتتم من غير توفيق ربنا. تمام، حضرتك في توفيق من عند ربنا، حضرتك هتلاقي نفسك رقم واحد. ثق في نفسك، ثق في قدراتك، حضرتك ما تجاملش منتج على حساب التاني. كل الشركات اللي داخله شركات مصريه، سواء كانت وكيل سواء كان مصنع هنا بنفسه، الشركات دي كلها على دماغنا من فوق شغاله في المضروب، اللي شغال في المضروب ما يلزمناش، احنا بندعم الصناعة الوطنية من الاخر يعني. ودي يعني خير رسالة نختم بيها حلقة النهاردة. المهندس أدهم العزازي، عضو مجلس إدارة شركة نيو كايرو، والمحاضر والباحث في نظم الطاقة الحديثة، وخلينا أقول الكادر الناجح في مجاله، بشكرك شكرا شكرا جزيلا على تواجدك معنا. شكرا بي شكرا، أنا سعيد جدا جدا بوجودي معكم. ده شرف لينا. أعزائي المشاهدين، وده كان موضوع حلقتنا النهاردة اللي ابتدينا نتكلم فيه عن التعليم الفني، ورسالة لكل اللي بيشوفنا دلوقتي، التعليم الفني هو أحد المسارات وأحد الاتجاهات التي ستقود الدولة المصرية إلى منطقة أخرى من التنمية. أرجو أن نهتم بالتعليم الفني. ده كان موضوع حلقتنا النهارده، ان شاء الله خلال الحلقات الجايه نبتدي ان احنا نطرح العديد من الموضوعات. دمتم في امان الله، تحياتي عبد الرحمن سالم.